تلقاها شباب المنطقة، تجربة أعطت نتائج مبهرة مع بداية عملية الجميع. نتابع المزيد عن هذا الموضوع في تقرير حمزة زروقي والنجمة بوكارش. هنا ببلدية يلل بولاية غليزان يخوض هؤلاء الفلاحين أولى التجارب زراعة الطماطم الصناعية التي شرعوا في جنيها مبكرا هذا الموسم بفعل ارتفاع درجات الحرارة، والتي قارب إنتاج الهكتار الواحد أزيد من 40 قنطار في الهكتار. البكرية هذه اللي نقول فيها تجيب لك حسبة 40 قنطار 50 قنطار في القلعة، ماذا ما يتمشى تدريجيا، ماذا تو سخانه وتو غلي، من بعد تولي تلحق لك كميه، تلحق لك 150 قنطار، تولي تجيب الخيرات، تجيب ما عندهاش حدود. مشكل التسويق غير مطروح مع بدايه هذا الموسم، الى ان الفلاحين متخوفين مع تواصل عمليه الجني وكساد المنتوج، مطالبين بمصانع التحويل فتح ابوابها باكرا لاستقبال المنتوج. إن الخير تاع ربي راه كاين، بصح خصنا الانتاج يجي للشركه تجي المزين، ما يجوش البراني يديها. الفايده لينا حنا من اواخر جوان جوي تولي تخرج في القطار 150 حتى 170 قنطار. الانتاج راه كاين الحمد لله والسلامه ما شاء الله، الله يبارك. واش هو السوق راك جاي؟ السوق راه شويه هكذا وهكذا، ما راك ما تشوف السلعه الله يبارك، ما السلعه هذه راهي ناقصه شويه، يعني كاين الفور كاين الشاب الله يبارك، ما بارابور السلعه هذه راه شويه. رفع الفلاحون تحدي زراعه الطماطم الصناعيه التي ينبغي المرافقه والدعم بهدف توفير المنتوج محليا وتوسيع مساحه الانتاج مستقبلا. نختم مشاهدينا مع محمد من منطقة جبرة بجيجل، هذا الحرفي الذي